بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض بارت نمبر 2 في ليسن نمبر 1 يونت نمبر 3. لسه بنتكلم على diversity of living organisms. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على classification of plants، واتكلمنا ان احنا لو عاوزين نعمل classification للبلانتس دي هنعتمد على نوعين من الكلاسيفيكيشن. لا، اما نقول ان احنا هنعتمد على الاكسترنال شيب او نعتمد على الوي اوف ريبرودكشن. فكنا بنتكلم على ان احنا عندنا بلانتس وعرفنا ازاي هنقسمها، قسمنا بناء على الشيب وبناء على الوي اوف ريبرودكشن زي السبورز او سيدز. دلوقتي هنتكلم على الانيمالز بقى، ان هاو وي كان كلاسيفاي the animals. برضو نفس الكلام، لو انت عاوز تعتمد على التقسيم بتاع الانيمالز فانت عندك انواع كتير، يعني هو مش مفيش نوع واحد اللي تقدر تعتمد عليه، لا، انت ممكن تعتمد على حاجات كتير في او ثلاث طرق اساسية علشان تعمل classification for animals. Number one, classification of animals according to the nature of body supporting. انت عندك اي انيمال في الدنيا بيكون واحد من اتنين، لا يكون عنده عظم او ما يكونش عنده عظم. يعني ده باختصار ان هو يكون body supported، يعني الجسم بتاعه مدعوم، او الجسم بتاعه مش مدعوم، يعني ما عندوش supporting، ما عندوش، هو عبارة عن كتلة لحم وخلاص، زي الجيلي فيش مثلا ما عندهاش عظم. فاحنا لما بنيجي نقسم الانيمالز فاول تقسيم depending on the nature of body supporting، يعني دي اول حاجة زي ما كنا بنقول في البلانت كده. انا عندي لما اعتمد على الاكسترنال شيب او الوي اوف ريبرودكشن، لا، انا هنا بعتمد على اول حاجه البادي سبورتنج. طيب يبقى لو انت عاوز تعمل كلاسيفيكيشن فور انيمالز بادي، ميبي سوفت بادي او سبورتد بادي. طب لو هو سبورتد بادي، لو عنده عظم او عنده دعم بمعنى اصح، هو الدعم ده فين؟ من جوه يعني انترنال ولا من بره اكسترنال؟ هنشوف دلوقتي. تعالوا نشوف اول نوع من انواع الكلاسيفيكيشن فور انيمالز اللي هو الانيمالز بادي، ميبي سوفت بادي. سوفت بادي زي يعني احنا عندنا كلاسيفيكيشن اهو ديبيندينج اون ذا بادي سبورتنج. اول نوع اللي هو سوفت بادي، السوفت بادي ده ساتش از جيلي فيش، زي الاوكتوبس، زي الورمز، دي كلها حاجات ما عندهاش سبورت. ذا بادي doesn't have support، ما عندهمش ايه، ما عندهمش سبورت. ده اول نوع، زي الاوكتوباس، زي الجيلي فيش، زي الورم. طب اللي عنده بقى بادي سبورت، اللي عنده بادي سبورت ممكن يكون اكسترنال يعني من بره او انترنال يعني من جوه. يبقى these animals are divided according to the location of support into، بناء على مكان السبورت، لحاجتين. animals with external support، يعني animals بإكسترنال سبورت، أو animals with internal support، يعني هي الإما عندها external support أو internal support. الإكسترنال سبورت زي المسلس والسنيلز اللي هي القواقع والمحار والحاجات دي، الحاجات دي لإما تكون عندها السبورت من برا، السنيل كده بتشوف القوقعة وهي ماشية شايلة فوقيها الإيه السبورت بتاعها زي السلحفة كده، بتلاقي السلحفة مستخبية جوه الايه البوني بوكس بتاعها ده، جوه البوكس اللي هو ايه العظم ده بيحميها. ف ده الاكسترنال سبورت، يعني ده اللي هو السبورت من بره. اما السبورت من جوه او اللي هو انترنال سبورت، دي بتبقى موجودة في الفيرتبريتس اللي هي الكائنات اللي عندها عندها عظم، عندها فقريات، فيرتبرا يعني عظم او فقرة، زي الكاو، زي الفيش، زي الريبتال، زي البيردز. يبقى انا لما باجي اتكلم على السبورت لاما يكون من بره لاما يكون من جوه. فده اول كلاسيفيكيشن للانيمالز لو انت عاوز تقسم انيمالز. والله هل ليه سبورت ولا ملوش سبورت؟ لو ملوش سبورت خليه لوحده، لو ليه سبورت خليه لوحده. طب لو ليه سبورت لما يكون internal external. طب ممكن نقسم ايه تاني؟ يعني ممكن نقسم الانيمالز
بناء على ايه تاني يعني غير موضوع ال غير موضوع ال supporting؟ انت ممكن تقسم الانيمالز depending on the number of legs، يعني بناء على عدد الرجول بتاعتها. عدد الرجول بتاعتها ازاي؟ بيقول لك ان في حاجه اسمها arthropods. الarthropods اللي هي المفصليات. They aren't invertebrates animals. الحيوانات دي ما عندهاش عظم، ولكن هي عندها legs، والlegs دي jointed together، يعني عندها رجل، والرجل دي متقسم زي الصرصار كده، بيكون رجليه متقسمه كذا جزء. يبقى they are invertebrates animals that characterized by types أو type of legs known as jointed legs. الأرثروبودز بقى دي ممكن نقسمها بناء على number of legs. إن لو الأنيمال ده أو الحشرة اللي قدامي دي فيها 3 pairs of legs، عندها 3 أزواج من الرجل، من الرجول، زي الإنسكت مثلا. يعني لو أنت جيت بصيت لي النملة دي، الأنت دي، هتيجي تلاقي ليها أدي واحد كده، ده بير كده، 2 ده كده 2 وكده 3، يبقى ليها 3 بير، يعني 6 رجول. هو طبعا البير يعني 2 رجل، الاثنين رجل دول معناهم 1 بير، يعني 2 ليج معناهم 1 بير، فهي ليها 3 بيرز يعني 6 ليجز. لو كان الحشره اللي قدامي ليها 3 بيرز بنسميها انسكت، بنسميها ايه؟ انسكت. ولو كان ليها 4 بيرز بنسميها اركنايتس، ولو كان ليها نيومرس ليكس بنسميها مايروبوتس. يبقى تعالوا نفتكر تاني التقسيم اللي احنا شغالين بيه. التقسيم ده غريب شوية، وهو بناء على عدد الرجول. فين؟ في الارثروبوتس، في الكائنات المفصليات. لما يكون عندها 3 بيرز لا 4 بيرز لا نيومرس، يعني كذا، يعني زي 44 كده، عندها 44 ليك. يبقى 3 pairs of legs بنسميها insect. يعني في امتحان لو جاء لك the insect have how many pairs of legs، عندها كام leg، هتقول له عندها 3. طب لو قالك الأركنايتس عندها كام leg، هتقول له لو عندها كام بير، هتقول له عندها 4. طب دي عندها numerous يبقى اسمها myrobes. يبقى الانسكت دي عندها زي الفلاي والانت، دول عندهم 3 pairs. الأركنايتس زي السبايدر والسكوربيون عندهم 4 legs، زي او الميروبايتس زي الميروبوتس زي الجيولس والسكروبنداريا، دولت عندهم larger than 4 bears. ده تاني تقسيم. يبقى لازم تعرف ان السكوربيون مثلا والسبايدر دول عندهم 4 bears، عندهم 4، يعني فين؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 وادي 4، عنده ايه؟ عنده 4 بيرز. نفس الكلام السكوربيون عندهم 4 بيرز. هنا ده مايروبود اهو، ده عنده نيمرس ليكس، وده بنسميه اركنايد اللي هم عندهم 4، ودول بنسميهم اللي هم اللي عندهم 3 بيرز اوف ليكس بنسميهم الانسكت. طب النوع الثالث بقى من تقسيم الانيمالز، النوع الثالث بيعتمد على النمبر اوف تيث اللي هي السنان. فبنشوف السنان بتاعت كل انيمال، هل اصلا الانيمال ده تيفلس ما عندوش اصلا سنان، ولا عنده سنان؟ ف لو هو تيفلس ما عندوش اصلا سنان بنسميه ايدنتالس، يعني ايدنتالس ده ما عندوش سنان زي الارماديلو، هنعرف دلوقتي. او ان هو هافينج تيث، فبالحاله دي بنشوف الكناين والمولرز، او بنشوف الفرونت تيف، او بنشوف الشارب انسيزر. طب تعالوا الاول كده نشوف التيسلس انيمالز. التيسلس انيمالز زي الارماديلو او السلوس. الارماديلو ده اللي هو بيتكور على بعضه ده، او السلوث اللي هو كائن الكسلان. ممكن تبقى تخش على النت كده تكتب سلوث على اليوتيوب مثلا، هتلاقي كائن الكسلان ده كسلان جدا وما عندوش سنان ولا عنده اي حاجه. او ممكن الانيمالز دي يكون عندها تيث، وفي الحاله دي احنا بنشوف السنان دي
هي هل هي اسنان اماميه يعني فرونت تيف زي الهيدجي هوج وي اللي عشان يقدر ان هو كابتشر ذا انسكت؟ يعني الهيدجي هوج ده عنده الانفت ده عنده سنان اماميه عنده فرونت تيف وطالعه جدا كده يعني دي كده عشان كابتشر انسكت بيجي في الامتحان يقول لي طب ليه. طب او انيمالز زي اللايون، اللايون ده بيبقى عنده كاناينز ومولرز عنده قواطع ودروس عنده انياب مش قواطع عنده انياب الناب اللي هو الحاد ده ودروس زي اللاين والتايجر. او ان الانيمال ده يكون عنده شارب انسيزر، الانسيزر ده اللي هو القواطع اللي هي اسنانك اللي قدام دي. فالقواطع دي يعني بتشوف الارنب كده عنده السنتين اللي قدام واضحين قوي والسكوريل برضو عنده الحاجات اللي ايه اللي قدام كبيرة جدا. فاما يكون السنان اللي قدام دي عنده one pair of incisor يعني هو عنده سنتين بس سنتين يعني one pair one pair of incisor وفي الحالة دي بنسميه rodent. او يكون عنده two pairs of incisor عنده اربع سنان فوق يعني two pair بنسميه لجومورف. التقسيمة دي كده بالراحة لقوها لإما ما عندوش سنان لإما عنده front teeth لإما عنده canine ومولر لإما عنده sharp incisor. طب الشارب incisor لإما وان بير بنسميه رودنت او بنسميه جومورف وكل اكزامبل عليه. في النهايه احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على حاجه اسمها تاكسونومي. وتاكسونومي هو علم تقسيم الكائنات الحيه لاقسام او مجموعات، هو فرع من فروع الساينس. يبقى تاكسونومي ده ملخص بقى اللي احنا بنتكلم عنه، ذا برانش اوف بيولوجي سيرشنج the similarities and the differences among the living organism حوالين living organism and placing the similar ones in group according to certain system in order to lay to ease their studying عشان اسهل الستادينج بتاعته. يبقى انا عندي علم كامل اسمه علم التاكسونومي، هو علم تقسيم living organisms وده branch of biology branches ده نوع من انواع او من فروع علم البيولوجي علم الكائنات الحية. طيب وانت بتشتغل في التاكسونومي يعني وانت عاوز تدرس علم التاكسونومي بيقول لك ان انت كل مجموعة متشابهة من الانيمالز بنسميهم سبيشيس. سبيشيس يعني فصيلة. يبقى سبيشيس is basic classification unit for living organism. يعني السبيشيس دي مجموعة من الكائنات شبه بعض. يعني مثلا سبيشيس of donkey مجموعة الحمير، هم الحمير عايشين مع بعض ومبسوطين والحمار بيتجوز حمارة ويخلفوا حمار أو حمار. يعني الدونكي بيتجوز دونكي زيه دونكي هيا بقى وبيخلفوا وبيعيشوا مع بعض. أو مثلا المانكي بيتجوز مانكي مانكي صغنونة وبيخلفوا. يعني هو كل فصيلة بتبقى عايشة مع بعضها فدي اسمها سبيشيس. احنا بنقسم الحاجات لسبيشيس عشان نقدر ان احنا تويز ذير ستادي. فاللي اخترع الموضوع ده عالم اسمه لينيوس. لينيوس هو ذا ساينتست او هاد كونسيدرد ذا سبيشيس از ا فاندامنتال فور ناتشرال كلاسيفايسيس. يعني هو اللي قال موضوع السبيشيس. يبقى يعني ايه species؟ species is a group of more similar living organisms in the shape that can reproduce to give birth of new fertile individuals. وكلمة fertile individuals دي معناها ان الكائنات دي تقدر تخلف بعد كده. يعني لما دونكي يتجوز بيخلف دونكي بس لما بيتجوز من فصيلته يقدر يخلف مولود جديد والمولود ده يكبر ويقدر يخلف مولود جديد فده بنسميه فيرتايل. عشان بعد شوية هنعرف لو هو اتجوز من فصيلة غير فصيلته يخلف مولود والمولود ده ما يقدرش يخلف. هو يقدر المولود ده يخلف امتى؟ لو كان باباه ومامته من نفس الفصيلة من نفس السبيشيس which are able to reproduce and keeping the existence of species ويحافظ على بقاء الفصيلة دي. طيب
انما تخيلوا احنا طبعا هنا عندنا مجموعه من الايه من الـ الـ الاشكال للسبيشيز المختلفه ماشي، مجموعه الكاتس، مجموعه الدوجز، مجموعه الرابتس. طيب الكاتس يعتبروا شبه رغم الاختلاف اللي ما بينهم، طبعا كل كات مختلفة عن التانية، في كات سيامي، في الكات الشيرازي، في كات مثلا، الكاتس أنواع، بس في النهاية هم كاتس. بس أكيد الكات مختلف عن الرابط، يعني أكيد ده قطة وده أرنب، يعني ما ينفعش يتجوزوا من بعض، يعني يعني مش واقعية شوية. بس بيقول لك ان الكاتس لازم عشان تخلف كات جي تانية لازم تكون من نفس الفصيلة بتاعتها. طيب تخيلوا لو نوعين مختلفين من جوه السبيشيس اتجوزوا من بعض، يعني تخلفوا سوري تخيلوا لو دونكي اتجوز زيبرا، الدونكي اللي هو الحمار بتاع الشارع، والزيبرا ده حمار برضو بس ايه شيك شوية يعني مخطط كده وحلو، لو اتجوزوا من بعض ده سبيشيس وده سبيشيس، يعني ده ليه طريقة حياة او ليه يعني ليه سبيشيس، ليه فصيلة بتاعته، فصيلة الزيبرا مثلا وفصيلة الدونكي، بس في النهاية هما دونكي، يعني هما في النهاية دونكي. وبرضو على فكرة بنعتبر او ان الهورس من الفصيلة بتاعت الدونكي كبيرة شوية، او الدونكي يعني مش دونكي ولكن هو اقرب حاجة للدونكي. فتخيلوا ان الزبرة ده اتجوز دونكي يخلفوا زونكي، يعني البيبي بتاعهم نسميه ايه؟ نسميه زونكي. تلاقي الزونكي ده ايه؟ رجليه مخططة وجسمه زي الحمار العادي، بس ده ما الزونكي ما يقدرش يتجوز ويخلف، يبقى اسمه ستريل او سترايل، ده بيبقى مش فيرتايل، مش ناضج، ما يقدرش ان هو يخلف. يبقى ده بيحصل لما الفصيلة تتجوز فصيلة تانية، بيخلف كائن تالت ما بيقدرش ان الكائن ده يخلف. نفس الكلام برضو لو هورس اتجوز دونكي، يعني في ناس علشان يطلعوا مثلا كائن تالت يكون عنده صفات القوة وفي نفس الوقت صفات التحمل، فييجوا يخلوا حصان يتجوز حمار، يتجوز بقى حمارة، فتلاقي الهورس اتجوز دونكي وبالتالي هيخلفوا ميول، حاجة اسمها ميول، وده اللي هو بيسميه بالعربي احنا في مصر بنسميه البغل. البغل ده او الميول ده بيبقى مامته حمارة وباباه حصان، يعني بيبقى هو تشوف الميول ده او تشوف البغل ده تحتار هو حمار ولا حصان، هو مامته دونكي وباباه هورس. ده بيحصل لما الفصائل المختلفة تتجوز من بعض بيبقى هدفها ان احنا ننتج كائن ثالث ليه صفات بتجمع الفصيلتين مع بعض. عموما ده درس ليسن نمبر 1 في يونت نمبر 3، هو ليسن جميل جدا. الدايفيرسي احنا بنتكلم على الديبندنج اون، هل هو بلانت ولا انيمال، لو بلانت ليه تقسيم، لو انيمال ليه تقسيم. اتمنى ان انتم تكونوا مستمتعين بالشرح ده وفهمتوه، نتقابل ان شاء الله في الدرس اللي جاي. كنت معكم مستر احمد الباشا، ونتقابل في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. باي باي.